الطلبة لا تقتصر على مصر، فلدينا قصة أخرى، وهذه قصة عن معلمة أمريكية في ولاية فلوريدا أججت الكثير من الغضب وباتت حديث مواقع التواصل في الولايات المتحدة وخارج الولايات المتحدة. فماذا فعلت هذه المعلمة؟ في أكاديمية فرانكلين الخاصة بطلاب المرحلة الأساسية حصل 3 طلاب مسلمين على إذن بالصلاة أثناء حصة الرياضة، وأثناء صلاتهم في إحدى الغرف المدرسية اقتحمت معلمة غاضبة المكان ومشت على سجادات الصلاة واتهمتهم بممارسة السحر في مكتبها دون إذن منها، كما وثق فيديو محاولتها الدوس على يد أحد الطلاب الساجدين في طريق خروجها. نشاهد. هذا الفيديو مشاهدينا انتشر كالنار في الهشيم وحصد أكثر من 3 ملايين مشاهدة على منصة تيك توك وحدها، وسط اتهامات للمعلمة بالعنصرية والإسلاموفوبيا. أما أكاديمية فرانكلين فقد أصدرت بيانا قالت فيه أنها اطلعت على الفيديو وبعد التحقيقات قامت بفصل المعلمة من عملها، وشكرت الأكاديمية أولياء الأمور على تواصلهم وتعاونهم بهذا الشأن. أما وسائل التواصل فتوالت عليها الردود الغاضبة من تزايد حوادث التنمر وعداء للمسلمين، فيما استنكر كثيرون جهل المعلمين بثاني أكثر الأديان السماوية انتشارا. دارلين موراليس استنكرت ما تعرض له الطلاب وقالت أنه دفعها للبكاء، وأضافت أن إهانة أطفال أثناء الصلاة يستحق عقوبة أكثر من مجرد فصل المعلمة. المدون صبحي عبر عن غضبه من سوء النظام المدرسي الأمريكي وتعرض كل طالب غير مسيحي للتمييز الصارخ حتى يوم الناس هذا. أما شبانة حسين فلا ترى أن المعلمة ليست أهلا لمهمة التدريس، وتقول أنه يجب أن تكون مسؤولية المعلمين الأولى هي ضمان بيئة آمنة لطلابهم وتقبلهم على اختلافاتهم الدينية والثقافية.